السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعاده نصلو كامل على النبي. انا رميصة في عمري 33 سنه. اليوم قصتي راح تكون بيزاغه عليكم. راح تقولوا لي كاين بنت توقف ضد يماها؟ نقول لكم ايه، انا اليوم راني هنا وراح نعترف لكم بزاف صوالح راهم رايحين يخلعوكم. وما تستناوش باللي ام كاين اللي تعمل كيما هكذا. انا متزوجه، ام لثلاث اطفال، نسكن في الشرق الجزائري ومتزوجة في وسط الجزائر يعني في العاصمة. الحق تعربي في الأول ناس داري كانوا متفاهمين معايا وكل شي ماشي مليح. كي سكنت أول مرة ماشي داري وحدي، شمبرا برك معاهم، بالطولة بديت نبني فوقهم بالعقل بالعقل استبيت، وفي الوقت الحالي راني عايشة بالطبع. دارنا كنت نطول باش نروح لعندهم، بصح نهار اللي يديني راجلي نقعد من شهرين حتى لثلاث شهر ونخير دايما لي فاكونس، هما انسب حاجة ليا. عندي زوج خياتي متزوجات، يعني ما ممكن جو لازم هكا تليفون بيناتنا نتلاقى ونديرو هذاك الجو العائلي. اما بالنسبة للرجال عندنا خونا واحد ومتزوج خارج الوطن، يعني يجي لنا مرة في الخمس سنين ولا في ست سنين. النقطة اللي ماشي مليحة الوحيدة اللي كانت في هاد العائلة هي يما. صراحة انا في الاول ما كانش على بالي بكامل العفايس اللي كانت تدير فيهم، بصح مع مرور الوقت والطريقة اللي اكتشفت بها يما على حقيقتها ما تخطر لا على البال ولا على الخاطر. ومنهار عرفت هاد السر وليت كتماتو في قلبي حتى جا النهار اللي بابا طلق يما، والسبب هو هاد السر اللي كان مدفون في قلبي. نروح لكم لأهم عنصر في القصة اللي هي الأم الحنون. هي كانت تعاملنا مليح، بصح من نهار تزوجنا ولات لو كانت تصيب ما نجوش لعندها، تتسبب اللي ولادنا يقلقوها ولات ما تحملش الاطفال الصغار كي يديروا هكذاك الحس وكاع. بصح بابا كان عكسها تماما، يقولنا ماذا بيا كي تجوا لعندي تقعدوا عندي مده طويله، نتوحشكم، خاصه انا كنت نطول باش نجي لعندهم. المهم انا كنت نحب بابا ونعزو بزاف وما نحب حتى حاجه تاذيه ولا تحط له نفوف في الارض. واحد الخطره جات يعني العطله نتاع الصيف وكان هو الوقت المناسب باش نروح نقعد في دارنا. ديت مصروف وعيط لخياتي وقلت لهم باللي لازم نديرو رونديفو هاد المره نخرجوا نحوسوا ولا حتى نقدروا نكومبيو بس كراجلي اسمح لي بهذا الشيء، وكان اوفيرت بزاف. رحت معاهم وتاني كيما قتلنا انا ما نجيش. قلت لها دبري راسك شي شغلك، ولا بابا ما خلاكش ولا خلاك اكيد هاد الحاجه تولي ليكم. قالت لي لا لا باباك متفتح، المشكل فيا انا، ما راني حابه نروح لحتى بلاص، حبيت هاد الصيف نقعد هنا في الدار وحدي نجوزو علاز. رحنا انا وخياتي لواحد المكان يعني على طرف البحر، كرينا وكامل كونتيزينا يعني درنا شويه شويه وكرينا دار وقعدنا فيها مده شهر. بصح هذا الشهر اصرا اللي ما كانش في الحسبان ابدا. كي عاودنا ولينا لدارنا لقينا يما في حاله كارثيه يعني مريضه، بصح هي ما حبتش تخبرنا ولا حتى تعيطنا في التليفون. وكي سقسيناها وعلاش قالت لنا باللي لا غالب ما كنتش حابه نديرونجيكم، وزيد كنتو نتوما تتاملوا في المناظر الطبيعيه مستحيل نخسر لكم، وزيد راكم مخلصين مبلغ كبير ما تقدروش تخلو هادوك الدراهم يروحوا خساره وتجوا لهنا لعندي، وانا يا ربي بالك يومين ثلاثة ايام نعاود نوقف على رجليا. احنا قعدنا تماك معاها وشفنا باللي حالتها راهي رايحه وتدهور. بابا كان معاها ودايما هكا يقدش عليها، بصح ماشي كيما مره تقوم بها كيما يلزم. انا قلت لها وعلاش ديري كيما هكذا يا يما، اكي تعرفي بلي احنا نحبوك ونعزوك وما يعز فيك حتى دورو، نخلو هادوك الدراهم نورمال ونجو لعندك. قالت لي شوفي مانيش حابه نخبي عليك، والله العظيم غير هادوك الدراري يجوا يصدعوا لي غير راسي، دركا راكم هنايا وحالتي راهي رايحه على بالي تزيد اكثر واكثر. انا ما بغيتش نقلقها وحبيت لها الراحه نتاعها، عيطت لراجلي قلت له ارواح دي هادو الدراري وخياتي دوك يروحوا وانا نقعد نخدم يما في هذا الشهر اللي قعد، من بعد نولي لداري كل حاجه تولي لطبيعتها وان شاء الله برك يما تريح. هذا ما كان هو وافق وجداهم وخلاني غير انا، خياتي راحوا تاني كدا ولادهم. قعدت معها مده هذاك الشهر، شفت باللي يما غير تتقيا وحكمتها واحد الحاله صعيبه بزاف، ولات ما تقدرش ما با توقف على رجليها. هي كل يوم قاعده تقول لي يا بنتي روحي لدارك والله العظيم غير راكي مسامحه في الدنيا وفي الاخره، وزيد باباك راه معايا وانا يا راني بديت نتحسن،
بصح انا عمنت، قلت له والله ونعرف روحي نقعد عندك عام سيك نقعد حتى نشوفك وقفتي وريحتي. اكمل هذاك الشهر بصح يما وليت نشوفها تحب توقف بصح ما تقدرش، باينه غير قدامي برك هكا تلعب هات فيس. كي بابا قتلو قال لي شوفي يا بنتي صح عندها الحق وشي تهدر، دوك دراري يدخلوا يقراو وما تضيعيهمش على جالها، اكيد راهي رايحه تتحسن وانا راني معاها، كي لا كانت اي حاجه ماهيش مليحه نعيط لك انت الاولى. الكلام نتاع بابا كامل قنعني، ايا رحت لداري وبقيت نستنى غير فكاش خبر مليح يقولوه لي على يما. بصح كل شي كان بالعكس، بابا بعد مدة 15 يوم عيط لي وقال لي اجري ليماك راهي في حالة، المهم احنا دركا رانا في السبيطار الاطباء راهم يقولوا الحالة نتاعها ماهيش مليحة، تقدري تجي وتتأكدي بنفسك، وتانيك وليداتك خليهم تم يرحم بابك مكاش كاع شكون يشدهم لك هنايا. قلت لراجلي خلاص لازم عليا نروح نشوف شنو هذا راهو صاري ليما، على الاقل نعرفوا الضر اللي راه بيها. رحت للسبيطار ونتفاجئ بصدمة عمري، لقيتها في مصلحة النساء والتوليد. انخلعت شفت بابا قلت له وش كاين غير الخير علاش راهي هنايا. بابا خزر فيا وقال لي علاش وش كاين هنا. للعلم يعني بابا ما يعرفش مسكين ما با يقرا ولا حتى حرف الالف كيفاش داير. قلت له ما كاين والو دوك انا نسقسي الطب بعد ساهل. رحت تلاقيت بواحد القابلة غير تجري وقلت لها شوفي لي تعيشي هاد المرأة. شافت فيا وقالت لي وش بيكي تحسبت لك كل شي سهل، انا خدمتي راهي في اللعب وما نقدرش نمد لك اسرار نتاع مريض ولا مريضة، واش يضمني باللي انت هي بنتها. بديت نوري لها في الوثائق هي ما حبرتنيش كاع. بابا قعد انا وياه في الكرسي حتى جات لينا واحد الطبيبة واحدة اخرى عيطت على اسم يما. رحنا نجروا عندها قلنا لها غير الخير وش بيها راهي مليحة. شفت فيا وقالت لي انتي وش تكوني، قلت لها انا بنتها وهذا راجلها. بدات تقولنا باللي حالتها ما راهيش مليحه وراح ندخلوها لمصلحه العمليات باش هكذا نخرجوا البيبي اللي راهو في كرشها. انا تمك ركيبي قريب ماتو، طحت في هذاك الكرسي ما عرفتش كامل كيفاش نجاوبها بصح هكذاك وما استغربتش من الفكره. قلت معليش عادي ويلا جا بيبي وكبيره في العمر ما فيها حتى حاجه. بعد الطبيبة هذيك كانت قاتلو روح سني على واحد الورق باش هكذا تسمح لنا نديرو لها العملية، وتانيك موراها بلاك يماكم راهي رايحة تتحسن وتولي مليح ادعو لها برك لانه عندها امراض مزمنة والحالة نتاع يماكم راهي ناقصة قليل وين تجينا عفسة كيما هكذا. احنا قعدنا في قاعة الانتظار غير نستناو وندعو لربي سبحانه، وانا قعدت مستغربة ما بيني وبين روحي قلت كيفاش هذا بابا يما تلفت لي كاع ما عرفتش كيفاش حتى نخمم. المهم فوتها وقعدت صابره نستنى غير فكاش خبر من عند هذوك الاطباء. عيط لي راجلي وقال لي واش كاين غير الخير، قلت له ما كاين والو يما برك راهي مريضه بزاف ولازم عليها دير عمليه. هو قال لي دوك نجي لتما باش كش ما تحتاجوا انا يا راني راح نعاونكم. قلت له لا لا غير بقى كيما راك ما نكذبش عليكم، انا خفت من التبهديله لو كان يسمع يروح يديها سخونه لعند يماه. بصح المشكل ما كانش كيما راه متصور لكم كامل، لو كان راكم رايحين تعرفوا يما واش دارت راكم كامل راح تتشوكاو وتحسوا باللي هاد العفسه ما تشرفش ابدا. المهم انا فوت هذيك الليله على اعصابي. كي رحنا للدار بابا حشم حتى يخزر في عينيا، عجبته باللي حاجه بيزار وجامي ولا تصرح وجهك كيما هكذا. المهم انا رحت وقعدت نستنى غير في الصباح، طيبت لاسوب ودرت هكذا شويه كبده باش نعطيها ليما تاكلها غدوه من داك. المهم احنا كي رحنا كانت امي دارت العمليه وكملتها. كي رحنا غد من داك لقيناها باللي خرجت من الانعاش لا شومبر الثنائيه، لقيناها تما هي وتشاصب تحمر والخزره ما قدرتش تخزر فيا. قلت لها يما ما تنحشميش نورمال رانا نساو نعرفو بعضانا. شافت فيا قالت لي والله ما لقيت وين نحط وجهي قدامكم وحشمت ويلا نقول لك. قلت لها ما تحشميش خلاص ما تهدرش بزاف ديجا راكي مريضه وهذا وين درتي العمليه، وزيد بزياده راه ما عندك الامراض يا يما ما قعدلكش تخمي في الذري الصغير، وزيد انت ماشي قلتي ما نحملش دراري. المهم قعدت نقصر معاها هكذاك ونخفف عليها باش هكا تفوت على هذيك المرحله بسهوله، وصح فاتت وبشوي بشوي تحسنت الحاله نتاعها وديناها للدار. من بعد بابا دائما نشوفه يدير في واحد الصوالح بيزار مع يما، وحتى ولو كان كبير في العمر وشويه عاطل بصح هكذاك وكان يقوم بها كما يجب. انا بعد ما شفتها تحسنت ولات تمشي على رجليها كنت كل يوم نهتر معاها ونقول لها بلي خلاص سي با لا بين زيدي تعاودي تخمي تحملي ما راهيش لصالحك وصالح صحتك، وزيدي هاكي سمعتي الطبيب واش قال لك قبل ما تخرجي، ممنوع من عن باتن
تزيدي ترفدي بالحمل. المهم هي شافت فيا زعما حشمانه وقالت لي لا لا على بالي صاي دركا. المهم انا قعدت ساكته حتى فات هذاك النهار. من غدوه داك جا عندي راجلي وقال لي خلاص نورمالمون يماك راهي مليحه. طلع ليها وشافوها الدراري خليناها مع بابا. رحت لداري والتفكير قاعد ماكلني، نخمم في يما وفي صحتها وفي بزاف صوالح. بعد مرور شهر تقريبا قلت والله العظيم غير نعاود نولي ليما ندير لها سوربريز، وتانيك على بالي بلي دركا راهي تحسنت مستحيل نلقاها طايحه فراش. رحت وخليت ولادي تما عند باباهم، وليت كل ما نروح نلصقهم تما، وليت نخاف عليها. وراكم كامل تعرفوا الدراري كي يتلاقوا كيفاش يولوا في دار العائله الكبيره. رحت ويا ريتني ما رحت، لقيت صدمه حياتي تستنى فيا في دارنا. بابا ويما لقيت علاقتهم مليحه بزاف، وحتى هي شفتها تحسنت ولات حتى تخرج تشري برا. انا كي لحقت كانت مفاجاه بالنسبه ليها، شفت فيا وقالت لي عاودتي وليتي ماشي ولادك هم يقراو؟ قلت لها لا لا هم يقراو بصح راه مع باباهم، وزيد راهم شويه كبار ما راهمش يترباو اللي قال يلصقوا فيا. المهم جيت نطمن عليك ودرتها لك مفاجاه. اي قالت لي فرحتيني يا بنتي فرحتيني، وحسيتها باللي مفرفشه وعندها حاجه وراهي مخبيتها في هذيك الدار. شفت وقلت لها وين راه بابا ما كاشو؟ قالت لي خي على بالك باللي باباك يروح مرات للصحراء ويقعد بالشهر باش يعاود يولي. قالت لي المهم هاد المره وراحو ويطول شويه، انتي وقتاش تروحي؟ كي سقساتني هاد السؤال حسيت الدم يغلي فيا. شفت فيها وقلت لها علاش يما اكيد حاوزي فيا ولا وشنو؟ قالت لي لا 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 ما تفهمياش حاجه وحده اخرى، بصح درك راني مليحه وتانيك راني نخمم على دارك، على بالك الراجل كي تخليه بزاف وحده يولي الفيت في راسه، تخافي يولي خونك ولا؟ المهم انا كلامها ما عبرتوش. رحت نجري هذيك الكوزينه لقيتها مقلبه تقول ما على باليش شكون كان ثم. غسلت هذوك الماعن وبديت نعدل في كل حاجه في مكانها، وقلت لها بلي راح نبات هنايا 3 ايام ولا 4 ايام. هي وجهت تبدل وقالت لي كيفاش هذا تخلي راجلك وحده؟ واش كنت نوصيك دركا؟ شفت فيها وقلت لها لا لا يما ما تبديناش دركا، على بالكي بلي انا نحب كي نجي لعندك وراجلي ما عندوش كاع الافكار السلبيه اللي راهم انتي في راسك. المهم الخبث والخيانه اللي كانت فيها هي تطبقها على ناس واحد اخرين. انا قعدت عندها في هذوك اليومين حتى واحد النهار جا هذاك ان اخر يوم باش نروح لداري. عدلت كل شيء في الليل باش غدوه الصبح نبكر ونركب في الكار. قلت لها على كامل واش راهو رايح يصرى؟ قالت لي ايه معليش يا بنتي اطريق السلامه وما تتحيريش عليا، والمره الجايه كي تولي عيطي لي في التليفون. كي قالت لي هكذا زدت تاكدت مليون بالمية باللي كاينه حاجه. اي انا غدوه من داك الصبح نط جوايه الخمسة نتاع الصبح يعني في ظلم الحال، رحت وحكمت اول كار. من بعد كي قعدت في الكرسي كي شغل حاجه ونغزتني قالت لي عاودي ولي للدار. كي عاودت وليت للدار بابا نلقى صدمه حياتي تماك، وبحكم انا عندي المفتاح يعني ما رانيش رايحه نطبطب دخلت مباشره. لقيت واحد الجان قاعد في المطبخ وهي قاعده في الشومبره اللي منهيه، وخرجت في واحد الحاله ما نقدرش نوصفها لكم. نختصر لكم كل شيء بانه يما كانت تخدع في بابا مع واحد الطفل صغير في العمر بزاف عليها، نقدر نقول لكم قد ولدها. صدقوني هاد الفاجعه اللي كانت جاتني انا ما قدرتش نتحملها، وليت وخرجت مباشره ما حبيتش ندخل عليهم ولا حتى نسمعهم صوتي. شفت باللي قاعدين يضحكوا وعايشين الرومانسيه. في هذاك النهار انا يا كرهت يما كره شديد ووليت نشوفها شيطان في صفه انسان. عيطت لبابا كي كنت دخلت نصبر، قلت له بابا تعيش روح دركا للدار وماذا بيك ما تعيطش ليما وما تخبرهاش، كاينه واحد الحاجه وراني حباتك انت اللي تكشفها. هو قعد يقول لي غير واش كاين غير الخير راهي مريضه مسكين، قعد متحير عليها. بصح هي الشي اللي كانت تدير فيه ابليس ويتعلم منها يا سبحان الله. وقبل ما نروح لكم البابا وردت الفعل نتاعو نقول لكم على الحمل اللي كانت رفداتو من قبل، اللي كان كل ما يخرج بابا تعيط له ويجي لعندها ويصرى اللي كامل راهو في بالكم. الحشمه خلاص ما ولاتش فيها. هذا الشاب اللي كان في عمر وليدها صدقوني انا ما لقيت ما ندير في هذيك اللحظات، قلت اسو بوا هاد المراه دايره كيما هكذا، الافكار قعدوا يتخلطوا في راسي وتان خفت ولا نقول لراجلي ويولي غدوه من غدوه يعايرني بهاد الصوالح. كتمت كلش وخليته سر في قلبي وقعدت نستنى غير في بابا يعيط لي كاش ما يسمع اخبار ولا اكيد يطلقها. مهم هو كي دخل شاف الحاله نورمال، بصح لقى بزاف صوالح يثبتوا باللي يما راهي تخون فيه. عيط لي في التليفون
وقال لي علاش بعثتيني للدار وش كاين. قلت له حبيتك برك تكتشف وش اكتشفت انا اليوم، لقيت واحد الراجل تماك في هذيك الدار وحبيت نقول لك ما تغلطش ودير حاجة تندم عليها حياتك كامل. هو قال لي شوفي انا من قبل شحال وانا شك في يماك، بصح عمري ولا درت في بالي تجيب لي كاش واحد للدار. صراحة نضمن لكم لو كان بابا شاف موقف كيما اللي شفتو انا راه رايح يدير جريمة قتل نغمال. الحمد لله اللي هذاك الشاب كان راح ويعني لقى غير الآثار نتاعو. بابا كان طلق يما مباشرة وبلا ما يناقشها ولا حتى يقول لها السبب، وهي أكيد تعيطنا لينا باش نعاودو نصلحو، وأنا قام على بالي بالحكاية كامل ما حبيتش ما نرفض عليها في التليفون. بعد ما طلقوا بابا قعد عايش في هذيك الدار نتاعنا، أما هي كانت راحت عاشت في دار والديها المتوفيين وقعدت ثم مع خاوتها، ونضل نسمع باللي عندهم مشاكل كبار. وش نقوله، هي اللي وصلت روحها لهذوك المواقف، وبابا نهار طلقها جاتني على قلبي وتمنيت لها هاد الطلاق من داش حال. وبعد فترة طويلة بابا ما قدرش ينسى كامل هذيك الحكاية، كل ما نروح لعنده نشوف باللي حالته النفسية ما هيش مليحة. حتى واحد المرة قررت اني نجيب له مراها قدي باش تونسو وتكون بيانسوق بنت فاميليا، ماشي غير نجيب برك هاي لك يما شوفوا العشرة سنين ومنين وجابت الطفل والطفلة معاه. بصح مع الاخر خرجت له خرجة ما كانش يستناها. بابا مع الاول ما كانش كامل موافق على هذا الرأي نتاعي، بصح مع مرور الوقت كي شاف روحو باللي يقعد وحده بزاف ويولي الفيد عنده قال لي معليش دبري راسك انت اللي راكي راح تتكلفي. رحت للجامع ولقيت واحد المراه بزاف بنت فاميليا، وصراحه كانت بدون زواج يعني ماشي متزوجه والعمر نتاعها كبير بزاف. مسكينه حافظه قريب 18 حزب من القران الكريم. انا كي شفتها هكذاك وشفتها باللي تعدين ومتخلقه وليت جبتها لبابا بدون ما نفكر، والحمد لله خرجت نعمة المرأة ومعاملتها معانا ومع ولادي بزاف مليحة، وكل ما نروح وتضيفنا وتحبنا وتعزنا. نولي لكم لعجوزتي، واحد الخطرة كانت سقستني السبب نتاع الطلاق تاع يما وبابا، وليت قلت لها داروا لهم سحر التفرقة وفرقوهم مع بعضياتهم، هذا هو الشيء اللي كنت صبتو لها. انا باش نروح نحكي لها اسراري ومن بعد تولي تعاير فيا هذه ما نقبلهاش، لانه الناس ما فيهمش امان. شوفوا برك هاي لك يما اللي ولدتني من كرشها وجوزت مع بابا الحلوة والمرة في اخر المطاف خدعاته، هذا اللي يقول لك سوء الخاتمة. ربي ان شاء الله يقدرنا ويبعد علينا الحرام وين ما كان. اختي العزيزة نتمنى قصتي تحطيها في اقرب وقت ممكن.